منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة انطلاق العمليات العسكرية بدرنة في 7 مايو، مواقع هامة واستراتيجية تمكنت قوات الجيش من السيطرة عليها، منها حجاج الشيحة الغربية وحي مبخ بالمدخل الجنوبي ومرتفعات تمسكت والقلعة القديمة بمدخل درنة الغربي، والتي تعتبر المعقل الرئيسي لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي. تزامناً مع هذه التقدمات، الطيران الحربي قام بعدة طلعات جوية ومكثفة دمرت آليات داعش المتمركزة بالعمارات الكورية. هذه القياسات اللي يعني على الخريطة هي قياسات جوية، هي قياسات مستقيمة، ولكن على الأرض المسافة الحقيقية 110 كيلومتر. في السابق كان المحور الأول 34 كيلو، المحور الثاني كان 29 كيلو ونص، يعني حوالي 30 كيلو، المحور الرابع كان حوالي 11 كيلو، الرابع كان 15، المحور الساحلي كان 14 كيلو. الآن في هذه اللحظات نحن نحاصر العدو داخل مدينة درنة وبعض أجزاء المدينة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة. كما وزعت مناشير على سكان المدينة تطالبهم بنبذ العنف والإرهاب ومساندة القوات المسلحة التي تسعى لتطهيرها من داعش، وسط أوضاع إنسانية سيئة يعيشها الأهالي بسبب سطوة داعش على المدينة، وهو ما أكده الناطق باسم القوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقد على تخومها. الأمور الإنسانية الآن من الصعب جدا إدخال أي شيء داخل مدينة درنة. السبب مش القوات المسلحة، السبب حتى في سائقي السيارات الشاحنات اللي يقول لها عادة شيء للدرنة يقول لا غير آمنة، لا الطريق فيها دواعش، الطريق فيها زنادقة، الطريق فيها كذا، وبالتالي هنا نجد صعوبة. نحن نبحث عن وسيلة، وبإذن الله الساعات القادمة حتكون فيها وسيلة جيدة جدا لإدخال كميات وفيرة من المواد الغذائية، وخاصة لها علاقة بالأطفال والنساء، وكذلك الأكسجين والخاص الأدوية الخاصة بالمستشفيات. لتكون درنا بهذه الانتصارات قاب قوسين أو أدنى من إعلانها مدينة محررة. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث.